لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف المهندس هشام الغرباوي، احد سكان منطقة التجمع الخامس. اهلا بك باشمهندس هشام. اهلا وسهلا فندم. يعني باشمهندس هشام، يعني تابعنا ما حدث من سوء الاحوال الجويه طبعا والطقس، وبعض المناطق التي تضررت ضررا بالغا. على سبيل المثال منطقه التجمع الخامس، قدمتم شكاوى عده، ويعني قلتم ان هناك تقاعس في الاستجابه لشكواكم ولاحتواء الامر الذي اصبح سيئا في منطقه التجمع. ما الشكاوى التي تقدمتم بها، وما التقاعس ايضا، ولمن توجهون اوجه التقاعس والقصور؟ والله احنا امبارح توجهنا بشكاوي عده لرئيس السيد رئيس الجهاز والحي بخصوص متابعه الامر والوقوف عليه، بس اللي حصل ان مفيش جاهزيه ومفيش لجنه اداره الازمات والكوارث. ده اول محور. ثاني محور ان عدم جاهزيه التجمع لاي مشكله تحصل فيه. يعني مشكله امبارح ادت الى غرق الشوارع، اضرار ماديه للسكان، يعني انقطاع الكهرباء، انقطاع المياه عن احياء عده، حوادث. يعني انا في حادثه لزميل زوجته ماتت امبارح، حادثه حصلت نتيجه هطول الامطار والبرك اللي حصلت نتيجه الكلام دوت. العربيه عملت حادثه وتوفى الله النهارده، ودفنوها النهارده الظهر. يعني يعني مش اضرار ماديه فقط، انما اضرار بشريه في ارواح البشر. نعم. يعني ما هو الرد عندما توجهتم بهذه الشكاوى الى رئيس الجهاز والحي؟ الم يكن هناك اي استجابه من اي نوع؟ يعني ما هو الرد الذي تم الرد به عليكم؟ يعني ما فيش رد يا فندم، ما حدش رد علينا اساسا. يعني لم تتلقوا اي رد؟ صفحه الفيسبوك الخاصه بالقريه الجديده وفيها بعض المسؤولين في الجهاز شافوا الكلام، ما حدش يعني اعتبر الموضوع ولا رد علينا في حاجه. اشكرك شكرا جزيلا المهندس هشام الغرباوي، احد سكان منطقه التجمع الخامس.